السلام عليكم متابعي قناة جي تي سودانيس، مرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم الجزء الثاني من حلقة كيف تشتري سيارة مستخدمة. اليوم الحلقة تطبيقية ورح نبدأ نتكلم عن السيارة وكيف تفحص السيارة من وإلى بنفسك إذا ما كان متوفر عندك كل الوسائل المادية أو التقنية. تتجه أول شيء إلى الشكل العام للسيارة أو الشكل الخارجي للسيارة، وتبدأ تطلع على شكل السيارة من الخارج، هل هو مقبول أم فيه مشاكل بشكل عام. مقدمة السيارة، مؤخرة السيارة، سقف السيارة، كل شيء لازم تطلع عليه من بعيد بشكل عام. من أن البودي كامل ما حصلت له عملية سمكرة أو ما دخلت السيارة في حاجز، تبدأ تطلع على الحواف، هل هي متساوية والمسافة بينهم متساوية، الحواف بين الأبواب مع السقف، الأبواب الخلفية، ونفس الشيء على الصدامات. الآن إذا ملاحظين فيه صدام طالع شوي، ده يدل على إنه السيارة وهنا واضح إنها أخذت صدمة خفيفة في المنطقة في الكورنر. أيضا تمر على الستوبات الخلفية وتشوف المسافة واحدة ولا في اختلاف، أيضا الشنطة الخلفية، وتكمل حتى الستوبات الخلفية، باقي الشنطة هل حصل صدمة؟ وقف عند كورنر السيارة من الخلف ولاحظ خطوط الانسيابية، هل هي متساوية ولا غير متساوية؟ بودي السيارة هل متساوي؟ تقوم بعمل نفس الشيء على الاتجاهين، وأيضا زي ما شرحنا تشوف حواف الباب تمر عليها حافة حافة. مثلا عندنا هنا في فرق، الفرق ده واضح ان السيارة قرصت كتير من المرور، شكله صاحبه كان يوقف اي مكان ويمشي. هنا مثلا لو لاحظتوا في فرق، الرفرف اليسار طالع شوية، فيدل ان السيارة اخذت ايضا صدمة خفيفة من الامام، وهنا واضح اثر الصدمة. ايضا الفوانيس الامامية شوفوا صداع كامل يدخل جوا، هنا ايضا الصدام ما راكب بالصورة الصحيحة. تكمل الزينة وضعها اوكي، الفانوس هنا شوي فارق. ايضا في موضوع مهم، شوف الفانوس لونه من جوا اقبش او مترب، وده نظيف، ايضا ده يدل على انه السيارة تم تغيير الفانوس اليمين اليسار، وده الفانوس القديم الموجود في السيارة من حين ما تم صنعها. أيضا كشاف ضباب واحد وهنا ما في كشاف ضباب، معناها الاتجاه ده أخذ صدمة وتم تركيب النور الجديد فيه، وده النور القديم حق السيارة. أيضا ممكن تلاحظ موضوع آخر، وجود معجون بين فتحات أو بين مناطق التغاء البودي مع الصدام، البودي مع البودي، ما تلاقيه بالصورة دي. لاحظوا هنا خط واحد متواسي، هنا لو لاحظنا تلاحظ انه فيه اثر معجون، فهنا ايضا لو لاحظت في اي واحد من الفواصل اثر معجون راح تعرف ان السيارة دخلت في صدمة او سوت حادث. ايضا نبدأ نفتح الابواب، انا حشرح على باب واحد بس انتو هتعملوها على الاربع ابواب. ابدأ اول شيء اتأكد من انه الباب ما فيه اي اثار سمكرة، انه الباب ما فيه اي اثار سمكرة، والغوائم سليمة وما تم سمكرته، ايضا العتب ما تم سمكرته. فانت حتعمل نفس الشيء على الاربع ابواب وحتتأكد من سلامة البودي.
طبعا اذا حاب تقارن بين بهية الوكالة والسيارة كانت مشروشة ولا ما مشروشة، هنا في المناطق الداخلية حيبين الفرق. ما اعرف الكاميرا حتطلع ولا ما حتطلع، لكن يبين معاك الفرق. تلاحظ انه درجة اللون هي نفس اللون، ما في اختلاف. وبهية الوكالة عادة بتكون انعم واجمل، اما البهية اللي يتم رشها في الصناعيات في الورش بتكون اشبه بانه السيارة ممسحة بزيت وغسلتها بموية، بتلاقي في لمعة كده ما طبيعية، فيها تموج غير طبيعي، ما بتكون اللمعة مستوية في كل السيارة. الآن نجي نفتح الشنطة من الخلف عشان نتأكد انه السيارة الصدمة كانت قوية على من الخلف. ايضا اشياء مهمة لازم نتأكد منها، هل كل المفاتيح اللي تساعد السائق انه يفتح السيارة شغالة ولا ما شغالة. فتحت معانا فتحة البنزين ولكن الشنطة ما تفتح. فتحت البنزين ايضا منطقة مهمة توضح لك انه السيارة تم صدمها ولا ما تم صدمها من الناحية من ناحية السائق. الشنطة طبعا تفتح بمفتاح. الشنطة لو كانت تقيلة نوعا ما وقفلتها تحتاج ضربة او تحتاج شيء، فتأكد انه حصل خلل في السيارة، صدمة من الخلف او حاجة زي كده. خلونا الان نبدأ نكشف عن منطقة ما داخل السيارة من هنا عشان نتأكد هل الصدمات اللي تمت قوية ولا كان حاجة خفيفة على الصدمة. طبعا المنطقة الداخلية هنا هي اللي بتبين هل السيارة تم سمكرتها ولا ما تمت سمكرتها. طبعا الديكورات دي بتتفك عادي بس كسبا للوقت الواحد ما عاد يفتفك. فبتلاحظ انت من هنا اذا السيارة اتصدمت فهتلاقي اكيد اثار سمكرة. طبعا الشيء اللي انت شايفينه الان ده دي لحامات طبيعية من الوكالة تجي من السيارة مع يعني لحام حق الوكالة. فهنا انت اذا لاحظت اي عملية سمكرة او دهان او اي شيء فاعرف انه السيارة الصدمة كانت قوية من الخلف. ايضا حواف الشنطة الخلفية ايضا بتبين اذا كانت السيارة مصدومة ولا غير مصدومة. الحواف الداخلية عملية السمكرة راح تكون واضحة جدا، انت تقدر تقارن بين الدهان اللي في الابواب الجانبية والدهان الخلفي. ايضا هنا بتلاحظ على الستوب اذا تم دهان السيارة، سيارة مدهونة وملاحظين اثر الدهان على طرف الاستوب، يبين انه السيارة مدهونة. الصايد هنا ما مدهون. خلونا نتوجه الى مقدمة السيارة. الان نبدأ نفتح الكبوت عشان نشيك على كامل البودي. طبعا حنبدأ بالبودي ليه؟ لانه هو المرحلة الاولى في فحص السيارة. الان فتحنا الكبوت واضح معانا، شوف المساعد لما يكون مطلع زيت، حتى المساعدية حقت السيارات تحت راح نرجع نشرح، لما يكون مطلع زيت معناها المساعد خلاص باي باي. نبدأ نتأكد من سلامة الشاسي. الشاسي موضوع الداخل هنا، الشاسي نبدأ نتأكد من انه الشاسي ما لقى اي صدمة. نتأكد من اطراف البودي من الداخل، من منطقة المساعد انه ما في اي عملية سمكرة، وتتجه ايضا للاتجاه الاخر وتشوف اذا كانت السيارة فيها اثر سمكرة او لحام او 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 او. والشاس واضح من هنا معانا، ما في اثر اي ضربة. طبعا يستحسن انك تغسل السيارة قبل ما تفحصها عشان تبين معاك كل شيء. ايضا الكبوت من الداخل يبين اذا كانت السيارة انصدمت ولا ما انصدمت. تمر على كل حواف الكبوت. الان بكده انت تكون اتأكدت من كامل البودي، ما فيه سمكرة، ما فيه حادث، ما فيه ضربة. وممكن بعد انت تقرر هل الحادث كان مقبول، يعني مثلا زي الضربات اللي شفناها، ضربات ما راح تأثر في شيء، يعني ما راح تأثر معك انت كسائق في شيء، ما عدا القرصة اللي في الباب هي بتدخل صوت هواء. فاذا حاب تعالج قبل ما تشتري
أعرف كم سعر المعالج. خلونا الآن نتوجه إلى الجزء الثاني وهو داخلية السيارة. على داخلية السيارة شوفوا مكسر، ده يدل إنه السيارة مثلا استخدمت كثير، وحتى شخصها في استخدامه ما كان ناعم، يبدو إنه كان حجم كبير، فالسيارة مكسرة وما بيهتم في صيانتها. فده أيضا بيدل على إنه السيارة هل صاحبها كان مهتم ولا ما مهتم. أيضا يعني أشياء زي كده ما أعرف اللي يكسرها. أرضية الأرضية، مدى اهتمامه بنظافة الأرضية أيضا بيدل على إنه صاحب السيارة مهتم ولا غير مهتم. ابدأ اطلع بشكل عام على الديكورات، تآكلات زي كده أيضا تدل إنه السيارة تم تخزينها لفترة بصورة غير جيدة، أو إنه السيارة تتحرك بشكل يومي. منطقة الديكورات المسجل، تأكد إنه كل شيء شغال، ما تقتنع بنظرية إنه الفيوز ضارب، لا تأكد إنه الفيوز ضارب، قول له روح غير الفيوز وتعال. طبعا جبناها غير عادي عشان تكون أبسط وأعم في الفكرة. نبدأ ندخل على المنطقة الخلفية. المنطقة الخلفية نفس الشيء اللي انا حسويه في الاتجاه اليسار الناس حتسويه في الاتجاه اليمين. ملاحظين في تقطيع كأنه كان بينقل فيها اطفال مدارس او شيء زي كده، تكسيرات في كل شيء. تأكد من سلامة السقف، ما تكون في تقطيعات تلحيمات، دي تدل على انه السيارة ما بتنجيدة الوكالة، وانه تم اعادة تأهيلة. اسحب كل شيء، تأكد من كل شيء سليم، هذه اشياء لازم تأكد منها، هل هي جالسة بوضع جيد ولا غير جيد. داخلية ارضية، المقاعد، هل الان شوف المقاعد دي شوية متسخة، فأبدأ أتأكد هل هي دي تلبيسة الوكالة ولا دي تلبيسة خارجية حماية يمكن تغييرها ومنها تقدر تغير. أيضا فتحات المكيف الخلفية، تأكد إنها كاملة وإنه كل شيء فيها سليم وإنها شغالة فعلا وبتمرر هو، وراح نتكلم عنها في عملية الفحص على التكييف. الآن بعد ما انتهينا من داخلية السيارة وانتهينا من البودي وأخذت انطباعك التام عن داخلية وخارجية السيارة، خلونا نبدأ ندخل في شيء أعمق. بعد ما تطلع السيارة من الداخل أبدأ أتأكد إنه كل الزجاج يعمل بصورة سليمة. ايضا عملية سنتر لوك تقفل لما يكون معاك اطفال وكده سليمة، وده التأمين حق الزجاج ما يبدأ يشتغل. ملاحظين ما ينزل الزجاج، مجرد ما فك التأمين يبدأ ينزل الزجاج. اذا معاك اطفال او كده تبدأ تأمن منهم الزجاج والابواب. طبعا الان ده الطابلون حق السيارة، مجرد ما تبدأ تفتح السويتش اكد انه كل اللمبات شغالة، زيت، ايرباك، بطارية 120 اللي هو تنبيه السرعة، وحزام الامان، وهناك على اخر شي علامة الماكينة. بطفي، اتوقع السيارة ما فيها نظام الاي بي اس عشان كده ما طلع معانا الاي بي اس. موديل السيارة طبعا 2003. ابدا ادور وقيس فترة تدوير السيارة. اذا السيارة طبيعية ابدأ حط المكيف على الدرجة الأولى، تأكد من المكيف إنه الأربع فتحات بتجيب هواء. ما وقت إنه الآن يعني ما الوقت اللي تجرب إنه السيارة مثلا باردة، وابدأ أيضا افحص الفتحات الخلفية بتجيب هواء ولا ما بتجيب. الآن اشتغلت السيارة،
كيف اتاكد انه المحرك ما فيه مشاكل؟ انت داخل السياره الان، ابدا بضغط، خلي السياره شوي تحمى على يعني تلين، وليش تحمى 30 ثانيه الى دقيقه بالكثير، بعدها ابدا بالضغط على الماكينه لين ما يوصل معك الدوران ل 3000، وخلي واحد من اصحابك يكون واقف عند الشكمان الخلفيه او عند العادم ويبدأ يشوف. انت خليك ضاغط على دوران 3000 3500، الدورة اللي هو هنا 3000 او 3500، ما تحاول تصل 4000، يعني 3500 مناسبة للسيارات المكينة كبيرة، 2000 2500 مناسبة للسيارات المكينة كبيرة، وخليك ضاغط الى فترة 15 ثانية كده، وخليه هو يكون واقف عند الشكمانة في الخلف يتأكد هل في دخان بيطلع، حتى وان كان خفيف هل بيطلع دخان ولا ما راح يطلع. طبعا موضوع مهم ايضا نتاكد انه الايرباقات مناطقها سليمه، وانه اللمبه بعد ما دورت كل اللمبات طفت ما عدا الحزام، لانه هي لسه ما ربطت الحزام انا، فاتاكد انه الايرباق ما طلع في المنطقه دي ولا طلع هنا. طبعا السياره هذه ما فيها ايرباق هنا، بس ايرباق واحد جايه، ولكن تاكد اذا كان في ايرباقات في الجنب، في الكرسي، في كل مكان، تأكد انه الايرباقات اي موضع مكتوب فيه، شوفوا مكتوب فيه ايرباك، تأكد انه المكان ده ما فيه كسر او فتح او شق او انتفاخ، فده كله ينوجد يدل على انه السيارة طلعت ايرباقات في الصدمات اللي حصلت. خلونا نبدأ نتحرك بالسيارة ونديكم بعض النصائح انه كيف تجرب السيارة وكيف تتأكد انه ما فيها مشاكل في السسبنشن عليه كله والمساعدية والاشياء دي والجير ايضا. اول ابدأ اضغط الفرامل، تأكد انه الفرامل ضغطة الفرامل ناعمة، ضغطة الكلتش ناعمة، ضغطة البنزين ناعمة، ما محتاجة منك جهد، فده كله يدل على انه السيارة طبيعية إلى حد ما. طبعا الآن حنبدأ نجرب السيارة ونطلع فيها ونشوف، وحنتعمد ندخل في شوارع عشان نتأكد من إنه التعليق ما فيه مشاكل والمساعدية والأشياء دي كلها. فدائما ندور على طريق مكسر فيه حفر مطبات عشان تتأكد إنه السيارة ما فيها أصوات. ومبدئيا الآن حنبدأ نطلع بالسيارة. الآن حأشرح عن الجير، كيف تتأكد إذا كان الجير عادي، تبغى تتأكد إنه الجير فيه مشاكل ولا ما فيه مشاكل. الآن إحنا على النسبة الأولى، اتحركت نبدأ نرفع رجلك من الدواسة، خلي السرعة تنخفض. طبعا إذا في مشكلة في الجير راح الجير يرجع لوضعية الN أو الفاضي النت، فبكده أنت تأكد إنه الجير فيه مشكلة. جرب نفس العملية في جير الثاني، أضغط وابدا ارفع رجلك وخفف بالفرامل. اذا في مشكله في الجير يعني حينفض وحيجي في الفاضي. فاذا ما حصلت اي مشكله حاول جربها في الثلاثه نسب، في كل النسب، في الخمسه نسب او سته نسب اذا كانت السياره خمسه او سته سرعات، او اربعه سرعات اذا كان موديل قديم. جرب نفس العمليه في الاربعه نسب. الآن احنا تعمدنا ندخل على شوارع فيها مطبات، الآن أمامنا مطب، حنتأكد إنه السيارة هل فيها أصوات. طبعا الأصوات بتبين أصوات طقطقة إذا كان في مشكلة في التعليق. إذا كان في صوت فقط في الدركسون أو الستيرنج، صوت تحس إنه في حديد يضرب في حديد، فهنا العمود كامل ومحتاج تغيير، فتأكد إنه السعر مناسب، وانت اذا حاب تصين تقدر تصين والسعر مناسب. الان طبعا خدتنا مكيف على واحد، وانت حيوضح لك هل المكيف جيد ولا غير جيد. الان احنا جايين على حفرة، اسمعوا صوت، يمكن وضحت الاصوات، طلعت معانا اصوات في السيارة، فكده انه الجلود فيها مشاكل، بس المساعدية ما حنقدر نحكم عليها الى الان، ولكن الان مع المشي تحس انه السيارة فيها اصوات من الداخل. جرب عزم السيارة، بعد كده توجه طبعا الى طريق سريع، وحاول ابدأ شوف عزم السيارة، مدى قوة السيارة، مدى تحملها للضغط، وايضا
تابع الحرارة وانت بتعمل في الاشياء دي كلها، تابع حرارة السيارة ارتفعت ولا طبيعية. طبعا قاعدين نتجول في شوارع كده نوعا ما فيها تحفير عشان نسمع اقصى اصوات في السيارة اذا فيها مشاكل. طبعا بعد ما سوقنا السيارة وتأكدنا وسمعنا اصوات ويمكن انتوا حتى سمعتوها في مقطع الفيديو، فبعد كده انا حاب اتاكد هل هي عملية صيانة للسسبنشنز كامل ولا من غير مساعدية. فكيف اتاكد ان المساعدية سليمة، وكيف اتاكد ان الشاسيه من تحت ما فيه ضربات وكده؟ فانت توجه الى اي حفرة حقت غيار زيت وجيب معك كشاف عادي، واستاذنا راي يقول له عزف السيارة من تحت، اتوقع ما هيقول لك لا. فوتوقع نفس البنشر او نفس حفرة غيار الزيت ممكن تلاقي عنده كشاف، فبيساعدك ايضا في انك تكشف السيارة من تحت. اي مساعد كان مطلع زيت وعليه كومة تراب او اداة تطلع زيت، بمجرد ما طلع الزيت من المساعد معناه المساعد فقط الضغط وما حيديك اي اداء او اي امتصاص لاي صدمة. يعني الهدف من المساعد هو امتصاص الصدمات، فاذا طلع الزيت معناها راح الضغط وبالتالي ما راح يعمل امتصاص للصدمات. فابدا مر في السياره من تحت. حاليا اليوم جمعه يا اخواننا صراحه، والان كل المحلات قافله، ف ما حالاقي حفره ادخل فيها السياره واشرح الطريقه. ولكن بشكل عام اي حفره تغيير زيت ادخل بسيارتك، ابدا اشيل الكشاف معك حتى كشاف الجوال عادي، ابدا مر على السياره من تحت، اكد من الشاسيه ما عليه ضربات، العتب من تحت، المساعدية، التعليقات، هتلاقي جلود زي لقيت الجلود مشققة كده وحالتها تعبانة، معناها عايزة منها غيارات. في التعليق في جزء تتغير جلوده فقط، في جزء يتغير تجد جلدة مكبوسة مع تجد جلدة مكبوسة مع الضراع نفسه او مع قطعة السسبنشن. فحاولوا تأكد انه كل السيارة من تحت ما فيها مشاكل، ما فيها ضربات، ما فيها اي مشاكل. خصوصا الجير الاوتوماتيك، الان شرحنا عن كيفية اختبار الجير العادي. اما الجير الاوتوماتيك انت ابدا نزل النسبة اللي هو بيبدا معاك بالبي باركن وبعدها الريوس، ابدا نزل الريوس، شوف هل نزول الترس او الجير او توقيت نزول بياخد وقت طويل ولا 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 شيء طبيعي عادي، ثانية ثانيتين ثلاث ثواني ما مشكلة، اكثر من كده معناها الجير فيه مشكلة في التوقيت، قد يكون الجير موضب، قد يكون خربان، قد يكون في اي شيء. بخصوص المكيف طبعا ابدا اول دقيقتين من السياره شغاله، اذا ما برد المكيف حتما المكيف يحتاج صيانه، وقد يكون مشكله كومبريسر، مشكله فريون، مشكله فنيه ما راح تقدر تحددها في الوقت اللي جاي تشتري. فالنصايح اللي حيقدمها الشخص الشاري انه بس محتاج تعبئه فريون بس بس بس، الكلام ده ما تقتنع فيه. سيارة انت بتشتريها بتدفع فلوس، بعد ما تحاسب الراجل وتنقل السيارة بملكيتك لو حرقت عندك ما حيجي يقول لك دي 1000 او 2000 تعويض منه. ايضا ابدا اتاكد ان المساحات شغالة، المويه شغالة، المساحات فيها وضعيات كثيرة اللي هي الهاي واللو واوف ووضعية المويه اللي هي تسحب، تأكد انها شغالة. ايضا اشارات، لو لاحظتوا الان الاشارة هنا لو ملاحظين تشتغل بسرعة ما طبيعية، في هنا بيدل ان الكونتاكت حق الفلاشر مشكلة، فبالتالي بيطلع معانا. شوف الان عند الفلاشر اصبحت طبيعية، ولكن لما تيجي تأشر بسرعة فده يدل على انه في مشكلة ايضا في الكهرباء. احيانا لو في مشكلة في التوصيلات فقط تظهر نفس العملية دي، فانت عند الشراء ما حتقدر تحدد دي مشكلة كونتاكت ولا مشكلة فلاشر ولا مشكلة توصيل. فابدأ ايضا دائما لما تشتري سيارة خذ معاك دفتر صغير وقلم وابدأ سجل الملاحظات، لانك هتحتاج تمر على فني. الان احنا داخل السيارة موضوع اخر مهم جدا، ابدا اشوف عداد السيارة كم ماشية السيارة. يعني السيارة اللي معانا الان ماشية 618 كيلو، 618104 كيلو، فده ايضا يدل على انه السيارة ماشية كتير. بس اذا لاحظتوا بالمقابل الحرارة ما شاء الله ما ارتفعت، فهنا يدل ان السيارة ما فيها مشاكل حرارة، ودي ايضا
شيء ايجابي. ايضا السيارة وهي واقفة الار بي ام او معدل دوران الماكينة، لاحظوا انه بيرتفع بينخفض بس مع حركة المكيف، ولكن في غير كده ما بتلاقي مثلا يرتفع، يعني ارتفاعات مفاجئة اللي هو اشبه بتذبذب التيار الكهربائي. فاذا كانت سيارة فيها مشكلة في الماكينة هتلاقي الار بي ام بيعمل تذبذب غريب غير طبيعي، اما عملية ارتفاعه مع المكيف للتبريد ويرجع ينزل عشان يوقف المروحة فدي طبيعية جدا. ابدأ تفحص الديكورات الداخلية والأدراج، كل شيء شغال بصورة طبيعية. الأدراج الجانبية إذا كان فيها ابدأ تفحصها هل هي جيدة تعمل، كل شيء ابدأ أتأكد منه، ابدأ أتأكد من كل شيء في السيارة. الدرج الوسطي ابدأ أتأكد من الدرج الوسطي كل شيء شغال. مخارج الفولتيات اتأكد انها شغالة اللي هي للشاحن داخل هنا، ابدأ افتح واتأكد هل هو يعمل ولا ما يعمل، اتأكد من الاشياء دي كلها. لانه هنا على الازعاج بس عايز اشرح موضوع مهم، وهو تجي تفتح بكل حذر فتحة اللي بيكب منها الزيت، فتحة الزيت، ودي ابدأ اتأكد هل في دخان، هل في دخان بيطلع ابيض ولا ما في شيء بيطلع. هي ممكن تحدد بس كون حريص على يدك، وكون حريص انه ما يخش شيء داخل الماكينة، فده ايضا عامل بحدد. اذا طلع دخان شوي زي دخان بخار الماء او دخان زي دخان الشيشة كلها تدل ان الماكينة فيها مشاكل. ايضا تفاقات الزيوت تأكد ان هي ما تكون من الماكينة نفسها، تكون مثلا مشكلة سكت الزيت بصورة غير سليمة. تأكد انه حتى صوت الماكينة طبيعي، صوت اي شيء ملحق مع الماكينة، الكمبريسر، الموزع حق الكهرباء، كل شيء طبيعي، ما في اصوات غريبة. في ختام الحلقة أحب أحرص أي واحد أنه يتأكد من كل شيء شغال في السيارة، التسخين الخلفي للزجاج، هل المكيف شغال أيضا بكل وضعياته، الوضعية تحت فوق، وضعية تحت، تسخين تحتي. الوضعية دي طبعا أخواننا عشان تكونوا عارفين دي بيطلع الهواء من المنطقة دي اللي هو إذا في حالة مطر أو كده الزجاج بيضبب، فده بيساعدك جدا في عملية إزالة الضباب. فتأكد انه كل الوضعيات شغالة. الوضعية دي طبعا هتأكد منها دي بتطلع على الأرضية تحت وعلى الزجاج الأمامي، فابدأ خد ايدك حيوضح معك إذا كان شغال ولا ما شغال. هنا انت فصلت المنطقة دي فقط، خد ايدك هنا في الفتحات الأمامية هتلاحظ انه في هواء طلع ولا ما في هواء طلع، بعدها رجع على الوضعية العادية. ابدأ أتأكد برضو البارد والحار شغال ولا ما شغال، التهوية الداخلية والخارجية ده موضوع مهم عشان ما تكون التهوية خربانة، ما تقدر تهوي السيارة إذا احتجت تهويها، وما تقدر تقفل التهوية إذا في روائح أو كده حتدخل لك على طول. في نهاية الحلقة أحب أقول إنه دائما الطريقة دي خليها آخر طريقة عندك. إذا عجزت عن كل شيء، إذا كان ما عندك أي شيء متوفر، فدي خليها آخر طريقة إنك تبدأ تفحص بنفسك. أبدأ أيضا أفحص كل شيء، ابدأ افحص كل شيء. اتفقد السيارة كل الانارة، يعني الان انا ملاحظ في السيارة دي المنطقة الوسطية كلها ما تعمل، يعني الان سبحان الله شوف الحرارة اشتغلت والساعة اشتغلت كان واقفة، فشكل السيارة هتعمل معانا مفاجآت كل شوية. ولكن بشكل عام السيارة يعني ممكن نقول سيارة تمشي فيها أمورك إلى فترة مؤقتة، سيارة لفترة مؤقتة، سيارة لفترة انتقالية. ودائما تأكد أنه كل شيء في السيارة يعمل، أي شيء أي شيء. أنا جبت سيارة كنموذج على سبيل المثال لا الحصر، فأنت إذا بتشتري سيارة تأكد من كل شيء، تأكد من أي شيء. موضوع أخير ومهم أنه تبدأ تشوف السيارة من الداخل، من داخل هنا في حديد وفي أجهزة حتبين معك. إذا كان في كمية صدى معناها السيارة دي دخلت في غرق، دخل فيها موية، في سيول، في أمطار، في موسم الأمطار السيارة دخلتها موية من الداخل. الصدى اللي حيكون من داخل من جوة الطبلون
هو راح يكون ناتج عن دخول ماء الى داخل السياره. فتعرف ان السياره قبل كده غرقت في سيل او دخل جواتها مويه بصوره غزيره. في نهايه الحلقه نشكر متابعتكم ونتمنى ان الناس كلها تتوفق في سيارات جيده. ودائما اذا تخوفت من السياره ما تحاول انك تتخارج او خلينا نخلص الموضوع. لا، دي سياره استثمار عمر حتعيش معك فتره، انت هتدفع فيها مبلغ وغدره، فحاولوا تتاكد ان السياره سليمه. عادي انك 4-5-6 مرات ترجع البيت وانت ما لقيت سياره مناسبه، افضل من انك تاخذ سياره وتصرف عليها نفس المبلغ وتبدا السياره لسه محتاجه منك زياده لعدم معرفتك بالمجال، لعدم معرفتك بالصناعيه الممتازين او الورش الممتازه، او عدم توفر الامكانيات دي كلها في المنطقه اللي انت فيها. في نهايه الحلقه نشكر متابعتكم، واي اسئله خانه التعليقات احنا جاهزين للرد، والما اشترك يشترك، والاشترك يعمل لايك وشير، ونقول لكم في امان الله.